السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على المشروع نتاع الميناء الكبير بشرشال، وين وصلوا القضية هذه، حيث أن تكثرت التصريحات يعني من هنا وهناك من رئيس إلى وزير إلى، يعني سمعنا عدة تصريحات لكن ما كانش حتى ما كان والو. اذا قررت ندير دورة للموقع نتاع الشونتي هذا في الحمدانية ونشوف وين وصلت الاشغال، كيف يعني نشوف الوضعية هذه. هذه الطريق هذا يعني انا اشوف فيه روعة، وحتى المنطقة يعني منطقة جميلة جدا، يعني كل هذه المنطقة راح تروح في المشروع هذايا. لكن يعني نظرا الى قيمة اقتصادية للمشروع فمعليش معليش نضيع هذا الطريق هذا ونضيع هذه المنطقة. يعني مشروع كبير ويعطي يجيب فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني. اذا هكذا نروح نشوفه، نضربوا طلة على لو سيت نتاع الشانتي هذا تاع الميناء تاع شرشال. وللعلم الميناء هذا يوقع على شرق مدينة شرشال، في الشرق يعني قبل ما نلحق مدينة شرشال ندور باتجاه حمدانية حوالي 20 كيلومتر على ميناء على مدينة شرشال. يعني طريق روعة. وهنا نلاحظ البداية نتاع لو سيت نتاع الشونتي هذا على الجهة اليسرى، نشوف السياج نتاع الشونتي نتاع الميناء نتاع شرشال. هذا هو الشونتي هنايا، شوف الشونتي هنايا. وهنا رانا يوم جمعة يعني العشية، هنا جمعة العشية حوالي الرابعة. وهنا هذا المنظر نتاع الواجهة البحرية نتاع الشاطئ نتاع الحمدانية، وين راح يوقع الميناء. وهنا نشوف المدخل تاع الشونتي تاع الورشة تاع المشروع. حاول نقرب ونشوف الداخل واش كاين. على حسب يوم جمعة يعني اشغال ما كانش، لكن معليش نشوف نحاول نشوف كاش واحد، نحاول نقرب هنا. وهنا نشوف الشاحنات حابسة. هذا هو الموقع نتاع الشونتي تاع الميناء نتاع شرشال. نشوف الشاحنات وكأنها لم تتحرك. وهنا نزيد نروح
نروح نشوف الشاطئ، الشاطئ نتاع الحمدانية اللي راح يولي ميناء. ورغم ان احنا رانا في يعني نهاية فصل الشتاء، يعني في الخريف، فالشاطئ مملوء بالزوار. وهنا رانا في الباركينج تاع الشاطئ، يعني ما كاش برد بزاف، لكن ما شوف هنا الناس يجوا السواح بيسكرانا في نهار تاع جمعة، ورانا العشية يعني بعد انتهاء من صلاة الجمعة. شوف الناس راهي توصل، توصل للشاطئ انت الحمدانية. إذن هذا هو مشروع ما زال حابس، ما زال ما انطلقش. وللعلم فقد تم تعيين هيئة لتسير المشروع هذا، هيئة تابعة للرئاسة، وكذلك تم تعيين مدير لأمور لا تهم. المهم في الميدان، نحن في الميدان، المهم تكون الأمور في الميدان. إذن الآن يعني إذن المشروع مازال ما بداش، ونترككم مع الصور، تمتعوا بالمناظر الجميلة نتاع المنطقة هذه تاع الحمدانية، والسلام عليكم.